مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم هو من اكثر الفيديوز انا بحب اعطيكم اياه هون يلي هن تشات شات جاتري وذ مي. سو انا عم بعمل ميك اب او بالاحرى عم كامل الميك اب لانه عامله الاي ميك اب. بدي اكون عم بعطيكم شويه لايف ابديت، خبركم عن قصص انا صرت عم بعتمدها بالحياه، غيرت لحياتي والميك اب هو اكثر شيء بيريحني. سو في احكي انا عم بعمل ميك اب برواق، يمكن عن قصص ما كنت بحكيها قبل. سو بنبلش. ما تنسوا تعملوا لايك كومنت سبسكرايب وتدوا جرس هون حتى تكونوا سبسكرايبد وتقفلوا الفيديو. عم طلع لكم 2 فيديوز بير ويك. سو إذا أنتوا جديد تشات كنت أدري مي هو فيديو بيتصور once. إذا صار في أغلاط بالفيديو we're gonna leave them in the video لأنه nobody's perfect. وبجرب إنه ما أقطعش الفيديو. إذا أنتوا جديد عندي this is my new filming area. already أنا عامل eye makeup. وإذا لاحظتوا I did not introduce myself اليوم بهذا الفيديو لأنه I have the sign behind me to introduce myself. So طلع قبل هيدا الفيديو a vlog of me moving my filming area for self. ليش I'm moving my filming area وكل العرائيل اللي صارت معي تحت انا طول تحت اصور، بلس الاوضاع اللي كانت صايره بالمنطقه خلتني انه انا ما صور او ما يكون الي نفس صور، يعني لانه almost everything was ready. ف مع كل شيء صاير انا لزمان ما صورت. سو ات فيلز ويرد لانه اليوم اول فيديو عم صوره تو بي باك اون يوتيوب، وان شاء الله نرجع تو فيديو سبريك لانه اي لاف فيلمينج فور يوتيوب. فحبيت انه كون اليوم عم صور هذا الفيديو تحت اخبركم عن كم شغله غيرتها بحياتي that are helping me a lot. وبحب شركه معكم لانه you're like my family. وبلس حتخبركم عن تغييرات. اول شيء اللي حاطتهم على اللي عم بستعملهم بالوقت الحالي هن items مطرح ما عم صور على الطريق. so we're gonna hear the road all the time. بس هيدا مش مشكل. كل شيء هلا عم بستعمله قدامكم هو from my project plan. بس already رح بتلاقون كلهم بخانة المعلومات تحت كل شيء عم حطه، ورح حط لكم زي تسكرين بخانة المعلومات تحت project plan 2023. بس أستطيع رح لكم شو حاطة قبل. so حاطة الأسنس I had stage eyeshadow primer، حاطة midnight eyeshadow palette from beauty bay، حاطة بقلب عيوني ruby rose ملو by ruby rose gel eye pencil shade white bright، وحاطة كمان من juicy beauty electric بجوسي number 17. عملت eye lining ب الروبي روز waterproof eye liner pencil shade black، وماسكارا حاطة combination of the ويبو more volume drama base يلي هي lash primer والفانتي هلا thick ماسكارا اللي هي بتعقد بالنسبة لي. و as for my primers حتى the two primers اللي عندي هون in my project plan، وهلا حطيت الفاونديشن عندي in my project plan. and I'm talking about products بدنا نحكي عن شو صار تغيير. so the background was revealed. صار في معي كتير تعرق قلت حتى أنا بلش صور، which is كتير عالم behind the scenes they don't see what you struggle to get what you have. في كتير عالم بيفكروا إنه it's very easy to have everything. it's not. it costs a lot. بس إنه كتر خير الله I have now like actual filming area وين ما بدي بعدين إن الله I can take them with me. already أنا عاملة عيوني من ما تحت شو شيء ما بكون عاملتهم. today we wanted to do something different. أو بالأحرى تكون صريحة معكم كنت عم بعمل فيديو كول مع يارا اللي هي ميك اب مونكي. unfortunately ما عم تنزل بالوقت الحالي بس وعدتنا إنه ترجع تنزل. so I did the whole eye makeup لأنه كنا عم نتسير أنا وياها. so حتى قلت لها بعمل عيوني من ميل تحت أنا be careful while applying the concealer. عم صور بالليل مثل العادة بس for the first time ever I'm not monitoring my baby. ما بيعرف أنا عندي بيبي صغير and seriously ما كان في حدا عن طريق هلا ما في دومار ما بده يقطع. اوكي أنا عندي بيبي صغير بتضح لك الباب تفوت like dude. okay I told you كل شيء بيبقى بقى بفيديوز. okay أنا عم صور بالليل للأول مرة أنا I'm not monitoring my baby. ما بيعرف أنا عندي ولد صغير عمره سنة وثلاثة شهور وكل الوقت اللي كنت عم صور بالبيت كنت عم كون monitoring my baby. okay وأنا ما عندي مشكلة بهذا الشيء. وأنا وقتها
كنت عامله الفيلمينج اريا، كنت فاكره حالي انا ما بقدر اجيب ولاد. So الله رزقنا بمايكل و he wanted to have his room back. و بلاس في كتير قصص كانت مخليتني انه انا انه افضل. Like seriously شو صاير برا؟ Okay so عم بعيد حالي يمكن للي بيحضرني، بس عم بعطي like brief like dude عن جد خلاص. بتعرف انه وقت تكون انت بتكون الشغلة بصير كل شيء عكسها. اوكي ما بعرف اذا الضوء منيح او لا. While I'm editing hello videos I'm gonna see if the light is nice او اذا بدي اعدل في شيء رح بعدله، بس هيدا for future videos. اليوم رح يكونوا مثل ما نون. انا غيرت كتير قصص بحياتي while I'm prioritizing my health وراحتي على كل شيء and my time with my baby. so أنا كنت ضلني صور لوجه الضوء وقوم مع ابني يكون مطعوجة أنجا نيمي ساعة أو وقت. so I'm stopping that for good. ولحصير هوني like a job بجي كذا نهار. okay so new filming area. الوضع يلي حوالينا ما بيطمن، بس I'm trying my best to stay positive. ومن هالقبل رايحة ما بعرف حالي بالفيديوز، لأنه I work so hard تالعالم بس كون أنا out in public يتعرفوا علي، وهذا الشيء بيصير معي عطول. بس كنت عطول أنا understand يعني بقلل من حالي كتير، وأنا ما بدي يكون هذا الشخص بالمرة. so I'm giving myself للمجهود اللي أنا عملته تحت إنه أنا صرت تعرفني بلا أنا أضطر أعرف حالي. plus I have my name behind me and my name تحت، يعني my channel is my name. so فيهم يقروا ويعرفوا شو اسمي. و plus I don't want my intro يكونوا بقى أكتر من 30 ثانية مثل ما عملت اليوم. so الأدت الوحيد اللي بنعمله بهذا الفيديو إنه بنحط الانترو and that will be it. ومن هلا وبرايح I'm gonna be easy on myself filming، ورح جرب انه حاسين كل مره شوي صغيره. رح يكون في ضجه حوالينا، هذا شيء طبيعي. وكنت عارفه بهذا الشيء من اول ما قررت صور، لانه انا على طول بصور بجرب انه صور بالليل تحت يكون هيك اخف ضجه، بس انه I cannot control it all the time. so لاحظت اليوم انه كان في كتير ضجة، هذا الشيء بدنا نتعود عليه وانا بدي اكون اوكي with it لانه it's totally fine. وين قلم الحواجب؟ where did I put it؟ على الارض literally. I'm using my project plan items وحطتهم in two baskets. اوكي تنشوف اذا احول هون وحرتي على راسكم. yes it's here. اوكي وانا ما كنت عارفة حالي شو بدي صور. أنا feel so weird اليوم أنا عم صور، لأنه كتير غريب علي أرجع مع أنه I've been filming stories لإنستغرام كل الوقت. so إذا بدكم تشوفوني on daily فيكم تعملوا فولو على الإنستغرام account، هونيك أنا أكتر شيء active عليه. وفي فترة من الفترات قررت أنه أنا هي بلا ما أخبركم إياها أنا عم بعمل كل شيء، قررت أنه وقف يوتيوب. بس بعدين جابت لحالي لا ماني رح وقف يوتيوب، يعني بدي خلي هون كرمال انستغرام ستوريز وهيك، بس ام نوت. اللي بيحضرني على انستغرام بيعرف انه سام تايمز عم نزل لكم ستوريز على الضوء الطبيعي، بيكون لانه ابني نايم بيه اوضته وانا عم صور بالصالون يلي هو عندي فيه ضوء كتير حلو اذا بدي صور. وسام تايمز عم صور بماي اولد فيلمينج اريا على الانستغرام ستوريز، لانه وقت يكون عندي شغل بالليل وابني بدها تستلمه تساعدني في امي او حماتي اذا كنت يعني بالبيت امي نايمه عندي، مش انا نايمه عند اهلي. بس كون نايمه عند اهلي رح صور هون. بس كون حماتي بدها تساعدني بابني يعني يطلع لعند حماتي، بيكون معي انا القدره اني اصور باوضته. بس طالما هو موجود ونايم باوضته I'm not gonna film in his room anymore. وبدي اجرب اعود ابني انه ما يشوفني عم بعمل ميك اب، لانه انا بدي اياه يكبر وهو يحب الميك اب اذا بده يعمل شيء. ما بدي احدد له انا his identity لانه تعود على النورمال انه يشوفني امه عم تعمل هير ميك اب كل الوقت. هيدا موضوع كتير حساس بالنسبه لكتير عالم، وانا ما عندي مشكل بالشباب يلي بيعملوا ميك اب، ما عندي مشكل بالشباب يلي they are makeup artists، لانه الشباب هن بكل صراحه اقوى من البنات 100 مره. بس انا ما بدي اكون لانه نحن
بتصرفاتنا بنملى على اولادنا بلا ما نعرف how they should be in life. وما بدي يكون هذا الشخص لابني. So I'm gonna try my best not to show him انا عم بعمل ميك اب تبعي. I want him to have his own identity بلا ما تكون امه مشاركه بهذا الموضوع. So هذا موضوع كثير حساس بعرف و I mean it in the best way, بس احكي عن هذا الموضوع لانه انا مفكر بالطرق التقليديه اللي حوالي. انا عايشه بضيعه بيفكروا بهدول الطرق التقليدية. أنا I want my baby to be happy شو ما كان الخيار والطريق يلي هو بدو إياه. أكيد أنا بتمنى شوفه بأعلى المراكز بأعلى القصص, بس بالنهاية we cannot have everything that we want. وعم جرب قد ما فيه لأنه أنا شخص بحب أنه كل شيء يكون تمام, أنه ما أكون controlling over my baby's life. So filming here رح يصير حدد ايام معينه انزل. انا will have to do the editing و uploading للفيديوز عندي بالبيت, which makes sense لانه بصير اهين علي, ولانه انا عم بفضل انه انا تكون صحتي تجي اول شيء بكل شيء عم بعمله. هذا الشيء رح بيساعدني انه انا اكون مبسوطه اكثر انا عم سوي لكم, مش انه كنت الفينه. لانه اذا بتطلع على فيديوز دايما عندي sometimes I look at the videos انا بكون بدي شوف لايك اذا هيدا البرودكت عملت ريفيو قبل ما اعمل لكم ريفيو ب another speed up review, بكون بدي اشوف هيدي الشغله. I look at these videos and I'm exhausted and I'm sorry and I don't want to be this person. بدي اكون تشوفوني مثل ما انا دايما, و this is مثل ما انا بقولكم sort of a job لإلي. So I'm taking it as a job. بنت اللي عندها وبخصص لها وقت من حياتي هالقد for social media to happen. وبدي يكون هيك عم بعطيكم مثل شيء بسيط انا غيرته بحياتي that's making a lot of difference بحياتي. وعن جد هيدا الشيء you should definitely be trying it. Unfortunately ما بعرف مين هي الشخص اللي حضرتها in a reel. اوكي اذا بتعرفوا مين please let me know, لانه I wanna give that person credit على الشيء الحلو and I wanna leave a beautiful comment على reel تبعها, لانه this reel did change my life. وماني عم بالغ. So كنت عم بحضر أنا reels. I like to do that. بس ينام ابني لأنه بعتبر حالي أنه أنا finally I have some time for me. مع أنه موت بابني, بس أنا بعمر أنه ابني عم يمشي وعم يكتشف كل شيء حواليه. So when he sleeps I get to take a break. مع أنه هو الدنيا كلها بالنسبة لي. Okay I'm not complaining. بالعكس if you're a mom you'll understand. Okay للي منا أمات please don't judge, لأنه sometimes العالم they will judge you. بس تحكوا هيدا الشيء. So I was watching reels وقطع قدامي reel عن مرة عم تقول انه she started doing something غير لحياتها و it's so simple that you should try it. was like تعرفوا تكونوا هول reels هيك it can be true انه شيء بسيط that takes you 10 minutes per day that will change your life forever. كلنا مثل ما انا عملت اكيد ما منصدق هيدا الشيء. So I was like it's an excuse انه احضر reel. So I did not skip the reel. She was talking about كل يوم قبل ما تنام بتعمل شغلة بتاخد معها بتعمل شي بتعير تليفونها 10 دقايق وبتعمل شي herself tomorrow will thank her for. As simple as that. قالت مثلا بنقل تياب بدل وصمت النهار my accessories I do something like بتسهل حياتي النهار and I start doing that. وما فيكم تتخيلوا تعير التليفون 10 دقايق كل يوم تحضروا تيابكم قبل بليلة تعملوا هدول قصص صغيرة. قديش في قصص like تحضير تياب صار عم ياخد معي like 2 minutes maximum and I still have 8 minutes. أول شي بضبطي بوراي بهول 8 minutes plus بهول ال 8 minutes المفضلين عم بقدر أعمل إشياء كانت مشقة عندي as a new mom, as حدا ما كنت عم بياخد مساعدة بالبيت, ما كنت عم خلي حدا يجي يساعدني بالبيت. كان في كتير قصص أنا هملتها وكنت بحبها تكون أحسن عندي بالبيت وكنت على طول أطلع فيها وأقول لحالي ما معي وقت أعملها. Guess what? These 8 minutes per day are making a lot of difference. So sometimes بعرب جرور أنا ما كنت فاضية. Sometimes if I clean my filming area وبضبط بكل شيء. Sometimes I prepare my filming area كرمال تاني نهار شو بدي أعمل makeup استعمل products to test for you. Sometimes I will do like شيء ما خصه بالسوشيال ميديا مش تليفون. تليفوني محطوط على جنب عم عاير 10 دقايق وبهول 10 دقايق عم بعمل شيء that tomorrow myself will thank me for and it is بلا مبالغة
a life-changing thing. وهيدا الشيء بنصحكم كلكم تجربوه لأنه you're gonna be amazed قديش هالعشر دقايق هيغيروا لكم حياتكم for once. For once. The reel wasn't lying. لأنه بتعرفوا انتو الريلز بدون شيء حتى يشدوكم تتحضروا. لأول مرة عن جد بحضر ريل. قالت انه it's a life-changing thing and it was. A life-changing thing and I'm super happy that I did not skip that reel. ويا ريت بعرف من هي الشخص حتى الله thank you so much. Thank you for this life-changing thing. وصرت حكيتها مع كذا حدا من رفقاتي انه I'm doing it and they are trying it وكتير حبينه. في عندي هون purple fallout. We don't care. We look gorgeous either way. يمكن إذا ما خبرتكم ما حدا كان حين تبقى هلا بس انه. وبلشت اعمل شغلة كمان. قلت لكم اياها بأول فيديو. قطع طول. إذا حدا إجا قال لي شي عن ما ميك اب له ثانك يو واستحي إجي بدلون إنه أنا I do this بعرفون عن حالي بعدين صرت استحي إنه هذا الشيء لأنه أعتبر حالي إنه they wouldn't know me like I know a barista طلعت مرته she follows me and he was always so nice to me وبس قال لي انه his wife followed me بيعرفني من ورا مرته استحيت كأنه شيء غلط بس استحيت بنفس الوقت وعيت على حالي انه انا استحيت كان عم بيرد لي مصاري اخذتهم المصاري was like إلا لمرتك انه thank you so much for her follow thank you لانه she watched me وانت ما بتنزعج منه هيك was like for once okay with that واللي صار كمان انه البنت اللي بتشتغل معه لهيدا الباريستا هو ذاته she was like انه I mean but I'm glad قلت لها I do makeup videos on Instagram sometimes on TikTok and on YouTube قلت لها اسمي ريبيكا نخلق if you wanna follow me لانه I'm your go-to page for everything that's affordable لأول مرة What I say here قدام الكاميرا ما حدا يشوفني عليه غير إذا أنا بقرر طلع الفيديو I said it out loud and proudly وهيدا الشيء غير لي نظرتي لهيدا الشيء so I'm I know myself وبعرف أنا قديش أنا capable of doing things بس وقتها كان حدا يتعرف علي على قدراتي كنت Behind the phone, I'm always very thankful وبنبسط فيكم. In real life, بستحي. Like literally بستحي. And I can hear people كيف بيحكوا عني وبأي طريقة حلو بيحكوا عني. And it's always something that shocks me لأنه أنا ما بحياتي كنت شوف حالي هيك. بعرف أنا أنه في كتير منكم بيوثقوا فيي بعرف أنه كتير منكم بيقدروا what I do here وبتشوفوني هون يمكن لأنه surrounding تبعي بيطلع على أنا بعمل أنه it's like ما بده هلاد وعطول وقت حدا منكم اللي قديش أنتو you admire أنه أنا الشخص يلي بعمل كل هول قصص عم بعقم إيدي عم جاري ما تصر وقت حدا منكم يجي اللي قديش أنتو بتقدروا وبتطلع فيه وبتطمحوا تكونوا مثلي لأنه أنا كيف لحق أعمل كل شيء وما هيدا بكله ملحق أبني وماني وعم جارب مقصر مع أبني واتطلع على السراوندينج تبعي اللي بتطلع فيه بسخافة على الشيء اللي أنا بعمله هيدا الشيء كان وقت حدا يعطيني كومبلمنت بالعلن خليني شوي استحك أو خليني فكر كأنه هيدا الشخص is mocking me مع أنه هو he did not mocking me So I don't have to introduce myself anymore. I have my name behind me. I worked so hard. العالم بتتعرف علي in real life. And they will say the nicest things to my face. أنا شخص بشتغل كتير حتى يحافظ على كل شيء عنده إياه. And I'm super grateful that I can do this and have support. هذا basically كل شيء بدي لكم إياه. We're gonna have more fun. We're gonna have shorter intros. ما زهقكم بالintros. We're gonna have shorter outros.
اوكي لانه يو نو ذا دريل سو ما بقى رح تسمعوني عم بقول الجمل يلي تعودت تقولهم يلي they will take me like 3 minutes to finish the video. You're not gonna hear that anymore. We're gonna have fun. هيدا شغل yes بس اذا شغل it doesn't have to be شي مثل بدي اقوله لحالي كل الوقت. And I'm happy that I'm looking at myself من منظار غير. وبالحياة in general عم بعرف أنا قيمتي. عم بوقف وعم دافع عن حالي وعم فرج الحمار أما ماني حمار. لأنه being a nice person للأسف sometimes مش sometimes كل الوقت بتفوتكم بالحياة. So I'm nice بس I know my rights now. Anyway, هذا كان الميك اب. I love it. مثل ما قلت لكم كل شيء هو بخانة المعلومات تحت بالإضافة لكل المعلومات الخاصة فيه كتير فيديوز discount codes كل شيء بتلاقوه بخانة المعلومات تحت. ما تنسوا تعملوا لايك كومنت سبسكرايب عم تطلعوا من الفيديو تشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم. I love you all. وانا رد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي.